طيب ايه تاني؟ اشرب سوائل دافيه، ينسون، نعناع، تاويه، جنزبيل، حاجات اللي في البيت. وادي دخلت شتاء كلنا بنبقى عايزين المشروبات السخنه دي. طيب يبقى دي خدت سوائل كافيه للجسم، الخضار والفاكهه. احنا دلوقتي الفقره اللي فاتت كانت اغلب الصيدليات شغاله على ايه؟ على فيتامين سي والزنك. يعني كل الصيدليات شغاله على فيتامين سي والزنك واي حاجه زيسلوميسين والحاجات دي اللي هو البروتوكول بتاع العلاج. طيب ما انا ممكن اخد فيتامين سي من الاكل اللي عندي. يعني بمعنى اصح انا اكون لو كان فلفل رومي بس كده او فلفل رومي، انا خدت ايه؟ نسبة من فيتامين سي. الفلفل الاحمر الرومي ده هو فيه القيمه اعلى كمان من اللي الجسم محتاجها من فيتامين سي. طيب الطماطم بس حالتها زي ما هي كده، مش ان انا اقطعها وحطيتها على النار وكده، لا الخضار زي ما هو كده قيمته زي ما هي دي، خلاص اخدت فين الفيتامين سي اللي انا عايزها. البنجر اللي اغلب الناس يعني متجاهلاه دلوقتي، هو سعر كويس ورخيص، لو الواحد خده وعمله عصير بشويه عسل نحل خدت قيمه غذائيه عاليه جدا. الفول لما احط اعصر ليمون كده على طبق فول محترم كده، انت خدت بروتينات واخدت حديد واخدت فيتامين سي، يعني خدت احتياج الجسم بتاعك اللي انت محتاجه. طيب يبقى انا كده اعمل ايه؟ اكل صحي متوازن بين خضار وفاكهه، اقل من 3-4 ثمرات فاكهه في اليوم، سواء بقى انت هتنوعهم هتخليهم نوع معين انت حر، بس لو هتخليهم نوع معين مثلا نتجنب بقى مرضى السكر، التين والبلح والعنب والحاجات اللي فيها نسبة سكريات عالية. يبقى أقله إن أنا لو نوعت فيها، إحنا داخلين نادي فيه برتقال، فيه موز، فيه تفاح، يبقى ننوع الإيه؟ النسبة اللي عندنا، الجوافة، الكيوي، نسبة فيتامين سي اللي فيها عالية ومحترمة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص مش المصيبة السوداء بتاعتنا إيه؟ السكر. مصيبه سوداء. يعني هو فعلا لما الانسان ابيض السكر والملح وبالتالي تديه العادي بتاعنا ده، فدي فعلا مصيبه. يعني اغلب الناس لما مريض السكر محتاج الدكتور يقول له ايه؟ النص غير كيلو ده بالنسبه لك انت ازمه. شوف النص غير كيلو اللي احنا بنستعملين دي وقطمتين ويخلص، لا ده مصيبه لوحده. فيبقى احنا عشان ما نبقاش داخلين احنا في ان احنا هناكل اكل صحي، بس انا اخدت اصل شويه بقسماط على شويه عشفين والكلام من دوت، هو حاجه بسيطه ده في اليوم، لا ده بالنسبه لمريض السكر دي مصيبه كبيره. طيب ايه تاني غير ان احنا قلنا ادي السكر؟ نقلل الملح، نقلل الملح، نقلل الزيوت والدهون المشبعه وخاصه السمنه العاديه اللي بره، الزيت خلاص مضطرين نستخدمها، يبقى نقلل النسبه بتاعتها. واللي احسن من السمن زيت، لان السمنه متهدرجه زياده عن الزيت متهدرج بزياده، فاحنا نقلل بقى ايه؟ نستخدم الزيت على قدر المستطاع. الجبن، جبن القريش النسبه فيها والفوائد بتاعتها عاليه جدا، يبقى انا افكر في افكر من خضروات وفاكهه وسوائل دافيه، اقلل ملح وسكر دهون. خلاص البروتينات بتاعتي السمك، اللحمه، الفراخ، يعني اقلل نسبه الدهون فيها واعملها بطريقه تكون صحيه. يبقى انا كده عملت ايه؟ زودت جهاز المناعه. جهاز المناعه مش بيزيد بين يوم وليله، انا نسبه الجلوتين في الدم عشان اقيسها واروح الاقيها زايده تاخد معايا 3 شهور عشان النسبه تعلى عندي ويبقى عندي مخزون كويس من الحديد. يبقى انا ما ينفعش بين يوم وليله، انا لا ده انا خلاص انا لازم اهتم، بس اقل وابدا من دلوقتي عشان لما اوصل مثلا احنا في اول 11 شهر اوصل لشهر واحد تبقى الدنيا عندي متظبطه. خلاص يبقى دول الاربعه دول دول كولي امر وكمدرسين، دي اول حاجه. طب كمدرسه، في مدرسه الله اعلم البنات المدرسه ايه، من توفر المطهرات المفروض ان انا الفصول عندي تبقى كلها مطهره قبل ما تدرس. المفروض التقريب ده يبقى قبل وبعد يوم الدراسه، قبل يوم الدراسه يبدا وبعد اليوم الدراسه يبدا. اطهر لتر الكلو، لتر الميه بنحط له 20 سم من الكلو، حضروه يوم بيوم. نبدا نعمل ايه؟ الطلبه اللي زنقوا في بعض يقعدوا بقى ورا نستعمل ايه؟ هنطهر الديسكات، الارضيات، الشبابيك، الحمامات بقى، الاحواض والحلفيات. طيب ما فيش، خصوصا ان انتوا الطلاب عندكم عيين كبار، لكن في مدارس ابتدائي بقى انا بقول ان لو ما فيش عاملات، ان في مدارس كتير في ضعف في العاملات، النسبه في الاطفال بيبقى في بعض المدارس بتاعت الاطفال في نسبه. طيب عندكم هنا طلبه كبار،
فقال له انت بتغسل ايدك ولو في صابون متوفر عندك خلاص الحنفيه بالصابون زي ما انت ايدك كده جبت صابون كتير فيها بالحنفيه كده وتطهر. طيب المفروض ان ريحه الكلور في بعض الناس عندها اصلا حساسيه صف والبعض عنده حساسيه من المنظفات، فتحصل ان اللي هيقوم بعمليه التطهير دوت ما ندخلش المكان ده لغايه ما يبقى كله مطهر يبقى الدنيا عندي نشفت تمام. طيب قلنا القعده قعده الشطرنج نزول فسحه، لو انا عندكم فسحه اصلا يبقى الفسحه المفروض مش كل المراحل مرحله، يعني اقل خلي مرحله مرحله، يعني سواء ده لو الفسحه ربع ساعه اقسم. ودي برضه بترجع لمدير مدرسه، في بصوا يا جماعه التنظيم الداخلي الداخلي بتاع كل مدرسه ده مطروح لمدير المدرسه هو اللي بيحدد فيه، بس اقل يبقى في جهاز قياس حراري الصبح الطلبه وهي داخله بيه بتقيس الحراره فيه. الجهاز المقياس الحراري المسؤول عنده المفروض يبقى فاهم ان في زرار انا لو دوست عليه هيحول لي الدرجه من سيلسيوس مثلا لفهرنهايت، انا بقيس بايه؟ بالسيلسيوس. يبقى انا لما اجي اقيس ابقى واعي ان انا بقيس بالسيلسيوس. طيب داخل الطالب وهو زي الفل درجه حرارته زي الفل موجوده عندي في كل مدرسه دلوقتي مطلوب غرفه للعزل، طالب ولا مدرس؟ المدرس هياخد بعضه يمشي، الطالب طبعا كبار يمشوا، لو طالب صغير بنحطه فين؟ بنحطه في غرفة العزل لغاية ما ولي الأمر يجي يستلم ابنه. ده لو إيه؟ لو أنا لاحظت أي أعراض، أي أعراض زي إيه؟ أي أعراض برد. أنت بتبدأ إيه؟ أعراضها مشابهة لأعراض الإنفلونزا. سخونة بقى، عنده كحة، عنده تعبان، لا العطس أقول لك حاجة. العطس في نسبة معينة لينا للعطس، يعني ده طبيعي يعني. ممكن حد من البرفان بيعطس، في حد يعني انا عايزه اقول لك ان انا عندي في البطاقه بتاعت الالف نفسها فيها تضخم، قال لك ده من تراب من برفانات من سجاير من توابل من اي حاجه زي دي. بعض الناس عندها حساسيه ان بعض الحاجات اللي زي دي فممكن تعكس، ممكن هي وهي كده العطس ده طبيعي. لكن انت شوفي باقي الاعراض بقى عنده، لا انا ولا انتوا هنقيم من كلمه المدرس ده ولا الطالب ده عنده كونه. الحاجه الوحيده اللي هتقيم ان الطالب ده عنده كونه تحليل بي سي ار المسحه بقى. يعني انا ما ينفعش اجي اقول ايه؟ يا جماعه ده احنا عندنا في المدرسه اربع حالات كورونا ولا حالتين حتى كورونا. لا انا عندي حالتين مشتبه فيهم. انا كمدرس ولا انا كدكتور شاكك فيهم. مين اللي هيقيم لك ويقول لك اوكي ولا لا؟ انت حضرتك المفروض اللي بيتم ان نسبه الغياب اليوميه، يعني انا عندي طلبه مثلا مش بتيجي من اول مدارس، خلاص انا عارف ان دول اصلا ما بيجوش، خايفين بقى من كورونا عندهم اي ظروف، دول ما بيجوش. طيب الطلبه بقى اللي بتيجي معتاده ان هي تيجي، بس انا عندي نسبه غياب باخدها ولقيت ان الطلبه دي غايبه. المفروض في اداره المدرسه تعرف الطلبه دي غايبه ليه؟ غايب عادي غياب طبيعي عنده ولا تعبان؟ طب التعب ده ونظامه ايه؟ تعب عادي ولا عنده بعض الشر اشتباه في اي حاجه؟ خلاص طيب عرفت ان هو عنده اشتباه، عنده دور برد، عنده تعبان، اي حاجه من الحاجات اللي انا اشك فيها، يبقى حضرتك ما دورك الا ان انت تبلغ الطب الوقائي. الطب الوقائي سواء في الاداره ولا في المديريه، بس انتوا في المدارس انتوا تابعين للاداره. خلاص فهنبلغ بيها بنسبه الغياب الغير طبيعيه او اللي احنا شاكين فيها هنبلغ بيها. طيب هيجي بتاع الطب الوقائي هيعمل ايه؟ هيعمل المفروض ياخد التقصي، بيحاول بقى للحميات، يشوف الحالات المختلطه دي سواء في المدرسه او في البيت. انا ممكن انا الطالب ده كان في الفصل عندي وانا مدرسه وبقوله وبشرح، والطالب ده جه بعد كده كان عنده كورونا مثلا، اتعمل له تحليل وعنده الفيروس دوت، فبالتالي هعمل ايه؟ هناخد المخالطين دي. والمخالطين بقى الحاله برضه اللي مشتبه فيها والاعراض، طلعت عمل له تحليل دم واشعه على الصدر ولا كده، هيتعمل له برضه مسحه وهو دي اللي بتاعت. يعني دلوقتي المدارس اللي تيجي تبعت تقول يا جماعه احنا عندنا حالات مشتبه فيها، بيطلع فريق الطب الوقائي بسرعه على المدرسه يشوف الوضع عامل ازاي. المدرسه اللي هيتاكد ان فيها حاله في فصل مثلا، القرار المزاري قال لك ان الحاله دي فصل، ان هو يحصل ايه؟ هيتم اغلاق الفصل ده 28 يوم، ليه 28 يوم؟ هو ان احنا بنقول ان الكورونا بيقعد 14 يوم عشان الاعراض تروح، لان نفترض ان هو جه في اليوم الاخير وبدات الدنيا تظهر عنده او جه وعاد حد في اليوم الاخير، يبقى احنا خدنا ال 14 يوم تاني، يبقى انا كده هقفل الفصل دوت 28 يوم.
قفل الفصل ده مش من الاداره بس، مش المدرسه بس، لا ده بين الاداره التعليميه وبين الاداره الصحيه.